أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات لعام 2017 باستثناء الموصل وكركوك، وذلك ضمن قرار صدر من مجلس البرلمان العراقي وفق المادة 24، ووجدت بسبب وجود خلافات سياسية فيما بين المكونات قد تخص ملف إدارة المحافظة وغيره، ولم تجرى الانتخابات المحلية منذ عام 2005 إلى يومنا هذا. طالب إجراء انتخابات في كركوك حان حال المحافظات الأخرى، لأن هذا الانتخابات حق دستوري والتشريع، وتقريبا هذا من سقوط من 2003 لحد هسه نفس الموجودين في المجالس المحافظات، ونطالب تغيير الوجوه. يعني قد يجوز يكون يجي أحسن من هال، والتغييرات يصير، يعني مو نفسهم يبقون مدة طويلة، يعني أكثر من 10 سنوات باقين نفسهم في مجالس المحافظات وخاصة كركوك، يعني نطالب تغييرها. احنا أول شيء نطالب بالانتخابات مجالس المحافظات في كركوك، لأن بصراحة هي الانتخابات هي تجربة أوروبية، يعني شوف بأوروبا الانتخابات شلون خلت الأوروبا تكون يعني دول متقدمة ومتحضرة، فهذا الشيء يعني هو قلب الديمقراطية. ونطالب أيضا بغداد أنه تدعم كركوك، لأن كركوك هي أصبحت هي قلب كل العراق كله، للنازحين، الناس الفقراء اللي عايشين بها، يعني العراق كله مصغر في كركوك. فنطالب بغداد أنه تزود كركوك بالمال بالخدمات وهاي الامور كلها، يعني كركوك هسه واقف حالها على مود الخدمات وعلى مود هاي الامور فهذا اللي نرجوه من بغداد ونرجوه من حكومتنا انه تجري انتخابات مجالس المحافظات في كركوك. تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في كركوك سيؤدي الى حرمان مواطنيها من استحقاقهم الانتخابي وعدم تمتع المحافظة باللامركزية، رغم ان غالبية المواطنين ومن كل المكونات يرغبون باجراء الانتخابات باسرع وقت. انتخابات كركوك هذا الملف الذي في الحقيقة أرهق سكان هذه المحافظة منذ عام 2005 إلى هذا اليوم. تم تأجيل انتخابات كركوك ضمن قرار في مجلس النواب العراقي، هي المادة 24 التي رحلت المادة 23. وهذه المادة، سبب وجود هذه المادة كانت هناك خلافات، يعني خلافات قد تكون سياسية لمكونات سياسية في كركوك حول أمور أخرى تخص الإدارة وغيرها. ولكن بعد هذه السنوات يعني بات من الالزام ان نكون ان نخرج بمخرج، وان يكون هناك جديه من قبل مكونات كركوك الاساسيه للذهاب الى قوة البرلمان والخروج بآليه يجرى فيها انتخابات في هذه المحافظه. هذه المحافظه بحاجه لانتخابات، منذ عام 2005 لم تجرى فيها انتخابات، ولا يمكن ان تأتي دورة أخرى وأيضا تبقى على حالها. هي بحاجة إلى تجديد، بحاجة إلى دماء جديدة، إلى طاقات، إلى مجلس فتي يحظى بدعم وقرارات مسنودة دستورية وقانونية. إدارة محافظة كركوك المتمثلة بمحافظة الدكتور نجم الدين كريم في تصريح له قال: نحن نمنع إجراء أي انتخابات للنازحين في كركوك. لقناة صلاح الدين فضائية، محمد دليمي.